بنشوف الفترة اللي فاتت كلام كتير وبنشوف إعلانات وبنسمع الناس كتير بتتكلم على كارت ميزة. كارت ميزة هو واحد من الجهود اللي بتقوم بيها الدولة في إطار التحول للمعاملات الإلكترونية، يعني فكرة الناس تبقى ماشية بفكة، ماشية بفلوس في جيبها في العالم كله. الحقيقة بدأ الكلام ده يقل، كله دلوقتي النهارده بيتعامل بكارت الفيزا او بالكريدت كارد بتاعه او يعني على حسب الشركه اللي هو بيتعامل معاها في اصدار الكروت الذكيه. فالنهارده ان يكون في كارت ذكي في هذا الاطار، كارت ميزه، وده شيء كويس جدا. بيتم اتاحته بالمجان مثلا لاصحاب المعاشات. تم تحويل 28,000 بطاقه حكوميه الكترونيه، يعني الموظفين اللي بيقبضوا عن طريق الكارت دلوقتي بيقدر ان هو يحول بالتالي لكارت ميزة. بنتكلم في خلال شهر اكتوبر تم تغيير 28,000 كارت. المرحلة الثانية بنتكلم في 10 محافظات ان شاء الله هيتم استحداث هذه الامور او هذه الكروت الجديدة اللاتلموسية، ويقدر الناس انها تستخدمها بشكل بسيط جدا، تدفع بيها اي رسوم في التعامل مع الجهات الحكومية او غيرها او في الشارع او في المحلات العادية. شيء الحقيقة مهم وخطوة جيدة جدا الحقيقة. نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الكارت وهذا التوجه بصفة عامة من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ حمدي حسني المتحدث باسم وزارة المالية. أستاذ حمدي مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور أستاذ عمرو، أهلا بيك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. عايزين برضو يعني ممكن في شريحة من أهالينا بتسمعنا ما لهمش فكرة استخدام الكروت، ممكن شوية جيل زينا كده خلاص تعودنا عليها. عايزين نقول لأبائنا وأمهاتنا اللي في البيوت اللي بيسمعونا إيه الميزة إن هو يكون عنده كارت زي ميزة مثلا يعني. الحقيقة أستاذ عمرو أنا يعني أحب أبتدي بفكرة بسيطة ومختصرة عن منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي اللي وزارة المالية بتطبقها منذ سنة 2007. رحلة طويلة لوزارة المالية مع التوجه نحو ميكنة المدفوعات الحكومية انتهت في أواخر شهر نوفمبر 2017 بأن كل موظف بيعمل لدى الحكومة أصبح لديه بطاقة إلكترونية يستطيع من خلالها أنه يحصل على راتبه ومستحقاته لدى الدولة. صح. الخطوة اللي احنا بنعلن عنها وزارة المالية بتعلن عنها النهاردة هي عبارة عن عملية تحديث للبطاقات المسلمة بالفعل للعاملين. احنا بنقوم باستبدال تلك البطاقات التي تم تسليمها للعاملين وبحوزتهم منذ نوفمبر 2017 ببطاقة جديدة بتحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة، وبتحمل مجموعة من المميزات الجديدة وأعلى مستوى تكنولوجي حاليا في البطاقات الإلكترونية. لو حبيت سريعا ادي ميزه اللي موجود في كارت ميزه مش موجود في الفيزا الاولانيه اللي هو كان بيقبض من خلالها او بينزل عليها المرتب مثلا او بيدفع من خلالها اي امور. خلينا نستعرض جميع مميزات البطاقه بشكل سريع. البطاقه دي ممكن يستخدمها الموظف في سداد المستحقات من خلال نقاط البيع او هي ماكينات التحصيل اللي بتبقى موجوده في المتاجر او في السوبر ماركت، يقدر من خلالها يسدد المستحقات الحكوميه لو بيدفع مصاريف لابنه او بيقوم بترخيص عربيته على منظومه التحصيل الالكتروني الحكومي. الكارت ميزه الجديد هو من الكروت المقبول التعامل بها في سداد المستحقات الحكوميه. هذا الكارت ذو شريحه ذكيه بيوفر اعلى مستوى من الامان للمعاملات الماليه. الكارت ده فيه ميزه اللاتلموسيه، والميزه دي باختصار هي عباره عن ان الكارت مش بالضروره يتم ادخاله في ماكينه التحصيل، ولكن مجرد بس ما بتقربه من ماكينه التحصيل بيتم قرايه بيانات الكارت وبتدخل الباسورد والعمليه الماليه بتتم بطريقه سهله وسلسه وسريعه وامنه. يمكن الميزه الكبيره اللي بنقدمها من خلال البطاقات الجديده اللي بتحمل شعار الشبكه الوطنيه ميزه هي امكانيه حصول الموظف على ثلث الراتب مسبقا في شكل مشتريات وليس في شكل سحب نقدي. تمام. الميزه يعني دي بيتم تقديمها مثلا بالمجان يوم 5 في الشهر، يقدر مثلا من يوم قبل الشهر ما يبدا ينزل يشتري مقدما قبل ما المرتب ينزل او يتحول له يعني. بالظبط. طب ده كويس جدا.
هو سحب الراتب بتاعه، وحضرتك عارف يعني طبيعة حياتنا كمصريين بيبقى فيه موسم مدارس ومحتاجين نجيب للأولاد مستلزمات. بالظبط بالظبط، فدي ميزة احنا بنقدمها وبنتحها للموظفين لمدة 6 شهور بالمجان، إنما بعد ال6 شهور هيبقى فيه نسبة رسوم بسيطة بيتم فرضها على المبلغ اللي تم صرفه بمقدما. يعني يمكن انا حابب هنا يا استاذ عمرو يشتري بيهم قبل نزول المرتب، يعني هو ما فيش فلوس في الكارت خلاص خلصت، ولكن 6 شهور يقدر ان هو قبل الشهر ما يهل يقدر يشتري يعني مقدما من حساب المرتب اللي لسه ينزل بعد كام يوم. بالظبط، وبيتم خصم هذا المبلغ من مرتب الشهر التالي اعتبارا من يوم 15 في الشهر التالي. انا احب اركز هنا على نقطه مهمه جدا، ان هذه الميزه ليست فقط ميزه بتوفر وسيله لتلبيه احتياج المواطن في حاله احتياجه للاستفاده بهذه الميزه، ولكن هي بتساهم وبتساعد في تغيير ثقافه المواطن والتحول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد. احنا من خلال هذه الميزه بنستهدف ان المواطن يبتدي يستخدم البطاقه اللي بحوزته في المشتريات بدل او كبديل عن الاستخدام الكاش او استخدام النقديه. يمكن ده توجه الدوله اللي بان بشكل واضح من خلال صدور قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي اللي صدر في شهر 4/2019. يقول لحضرتك ايه؟ ماشي، انا ممكن اقف على مكنه الاي تي ام اسحب او في سوبر ماركت كبير اسحب، ولكن انا مثلا موجود عند الفكهاني ولا بتاع الخضار ولا الجزار في الاماكن بتاعتنا الشعبيه البسيطه. فده ياخدنا لفكره انتشار مكن البي او اس، مكن البي او اس اللي احنا بنتمرر منه الفيزا، مدى انتشاره في البلد عامل ازاي يعني؟ الحقيقه يعني انا يعني احب اشير الى ان الدوله المصريه في اتجاهها لتطبيق الشمول المالي والتحول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد، وده بني يا استاذ عمرو من خلال صدور القانون رقم 18 لسنه 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومؤخرا صدرت اللائحه التنفيذيه لهذا القانون في 7/9/2020. هذا القانون اول تنظيم تشريعي بيلزم القطاع العام وبتمتد مظلته للقطاع الخاص اللي هو الفكهاني والمستشفى والمدرسه. احنا بنخاطب القطاع الخاص وابتدينا بشكل متدرج نعلن عن بعض الجهات وبعض المدفوعات يتم الالتزام بقبول سداد قيمتها من خلال وسائل الدفع غير النقدي كخطوه اولى تمهد لانتقال المجتمع باسره، الفكهاني والسباك. ويمكن حضرتك متابع الحمله الاعلانيه لاتحاد بنوك مصر برعايه البنك المركزي المصري اللي بتدفع في هذا الاتجاه. يمكن هذا الاتجاه يا استاذ عمرو هو هدف قومي بتتكامل جهود جميع المؤسسات سواء القطاع المصرفي بقياده البنك المركزي وبالاشتراك مع وزاره الماليه نحو التحول لهذا المجتمع قليل الاعتماد على النقد. ممكن السباك ولا الكهربائي اللي زي ما كان كده موجود في الاعلان مع الفنان الجميل عمرو عبد الجليل، يعني ممكن اللي هو باي باي نقديه، ممكن حد يقول ايه طب والله انا كسباك ولا صناعي ولا حرفي هدفع كام عشان اخد الميزه دي وده هيكلفني قد ايه؟ ما انا باخد الفلوس كاش في ايدي من الزبون وباي باي. الحقيقه الحمله الاعلانيه واضحه جدا وبتتيح هذه الوسائل مجانا. يعني انا عايز اقول لحضرتك خلينا نركز على نقطه مهمه جدا، وهي ايه الاستفاده من استخدام وسائل الدفع غير النقدي كبديل عن النقديه. يمكن وزارة المالية كانت أطلقت حملة إعلانية في 1/5/2019 مع بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، وكان شعار هذه الحملة هو معاملاتك النقدية الإلكترونية أسهل وأسرع وأأمن. وبالفعل دي المميزات اللي بيحصل عليها المواطن بشكل مباشر، إن إحنا بنقدم لك وسيلة أسهل في سداد مستحقاتك، أكثر أمانا، وفي نفس الوقت أسرع. طيب اخر سؤال، ال 28,000 بطاقه حكوميه الكترونيه اللي تحولوا لكارت ميزه بالنسبه للموظفين، ده بالنسبه للشهر الجاي، التسلسل او الترتيب هيبقى ازاي؟ لان في ناس دلوقتي موظفين بيسمعونا هيقولوا طب انا الكارت بتاعي ده هيتحول ازاي؟ هل هروح مثلا البنك احوله؟ هل جهه العمل هي اللي هتسلمني كارت ميزه؟ الناس تخاف لحسن ده يتوقف الكارت بتاع الاب دروب بيقبضوا بيه او المعاشات ولغايه ما يتم او يستلم كارت ميزه، فارجوك حضرتك قول لنا الفكره ازاي عشان برضو نطمن الناس.
احنا مشترك معانا في تطبيق هذه المنظومه 9 بنوك من العامله بالقطاع المصرفي بالاضافه للهيئه للبريد. بالتنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي ارتقينا ان احنا نقوم بعمليه استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدوله البالغ عددهم ما يقرب من 5 مليون بطاقه مع 5 مليون موظف، وده طبعا رقم كبير. فارتقينا ان احنا نبتدي بمرحله تجريبيه اولى يتم خلالها اختيار 10 وحدات حسابيه لا يزيد عدد العاملين او التابعين لكل وحده حسابيه عن 1000 مواطن عن 1000 موظف. وانتهينا بالفعل من تطبيق هذه التجربه ورصدنا النتائج التطبيق ورصدنا السلبيات عشان نتلافاها في المرحله الجديده اللي احنا اعلنا عن تطبيقها. المرحله الجديده اللي احنا فيها اللي هي المرحله الثانيه بتستهدف استبدال 28000 بطاقه من خلال التطبيق في 10 محافظات. كل بنك من البنوك المشتركه معانا بالاضافه للهيئه القوميه للبريد تم اختيار وحده حسابيه من الوحدات الحسابيه المتعاقده مع هذا البنك لاستبدال بطاقات العاملين بهذه الوحده الحسابيه، ومنتظر ان احنا يتم الانتهاء من المرحله التجريبيه الثانيه خلال شهر اكتوبر، نرصد من خلالها المعوقات والعقبات اللي هنواجهها في عمليات التنفيذ عشان ننطلق لاستكمال باقي المراحل خلال عام ان شاء الله من انتهاء المرحله التجريبيه الثانيه. طيب ده عظيم جدا، بس حبينا نطمن للساده المشاهدين ان الكارت معايا بتاع القبض ده مش هيتوقف الا لما يستلم كارت ميزه، وده هيتم بشكل تدريجي وشكل بسيط بالزبط. جدا يعني. طيب ده عظيم. انا وانا احب اكد ان مفيش اي مصاريف مفيش اي مصاريف او اي عمولات بيتحملها الموظف على الاطلاق. الموظف من خلال تعاقد جهته الاداريه مع بنك من البنوك المشتركه معانا في المنظومه بيحصل على المرتب من خلال جهته الاداريه من غير ما يروح من البنك، من غير ما يتحمل اي مشقه. هذا الكارت بيحصل عليه بالمجان. لا يتحمل اي عمولات مقابل استخدامه على ماكينات الصراف الالي التابعه للبنك المتعاقد مع جهته. انا بشكر سيادتك شكرا جزيلا على التوضيح. شكرا جزيلا استاذ حمدي حسني المتحدث باسم وزاره الماليه، متشكر جدا لحضرتك.